بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله تعالى، وقفنا عند بيان الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ. قال: فإذا أخذت فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه. وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة، وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الشيخ رحمه الله في بحثه في الأمر المطلق ومطلق الأمر، وسبق هذا في آخر الحلقة السابقة. وقلنا فيه فرق بين المطلق الأمر المطلق ومطلق الأمر، هذا شيء معروف. فإذا أمر بالمخالفة، مخالفة الكفار، أمر بمخالفة الكفار فهذا أمر مطلق يقتضي مخالفتهم في جميع الأمور الخاصة بهم، سواء كانت من دينهم أو كانت من عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. ولا يقتضي هذا أنك إذا خالفتهم في بعض الأمور يتحقق فيه المخالفة المطلوبة شرعا، بخلاف ما لو نهي عن مخالفتهم في شيء معين فإن هذا الأمر يقتصر على هذا الشيء المعين، لأنه مطلق أمر وليس أمرا مطلقا. نعم. قال رحمه الله: كثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ نعم، وهذا مثال آخر. الماء، الماء جنس يدخل تحته أنواع، منه الماء الذي أنزله الله جل وعلا من السماء أو أنبعه من الأرض وجعل منه كل شيء حي، من الحيوانات والنباتات التي تعيش على هذا الماء، ومنه الماء النازل من الفحول من الحيوانات والآدميين. الله خلق كل دابة من ماء، فهذا الماء يراد به المني، فيراد به المني النازل من أصلاب الفحول إلى أرحام الإناث. وكذلك يطلق الماء على المياه المتغيرة التي لم تر، فالماء الذي أنزله الله أو أنبعه من الأرض أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما ذكر الفقهاء: الماء الطهور
وهو الباقي على خلقته، والماء الطاهر وهو الماء الذي لم يبقى على خلقته وإنما تغير بشيء طاهر، والماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه من الطعم أو اللون أو الريح. فالماء جنس تحته هذه الأنواع. نعم. قال: فأنت تقول عند التقييد أكرم الضيف بإعطائه هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطائه درهما فقط. نعم، إذا قيل أكرم الضيف فأعطه هذا الدرهم، فهذا يتقيد بإعطائه الدرهم، إكرامه بإعطائه الدرهم فقط، ولا يتناول جميع أنواع إكرامه، بخلاف ما إذا قيل أكرم الضيف بدون تقييد فهذا يشمل جميع أنواع الإكرام المطلوبة كما سبق. نعم. قال: وأما القسم الثاني من العموم فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين كل مشرك. نعم، هذا القسم الثاني وهو النوع، وهو ما يشمل أفرادا. قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، هذا نوع يشمل كل مشرك، يشمل كل مشرك يتصف بهذه الصفة، والمراد المشرك الذي يتعدى شركه ويدعو إلى الشرك، هذا هو الذي يقتل. أما المشرك القاصر شركه على نفسه ولا ينشر الشرك فهذا لا يدخل في الآية. وكذلك المشرك الذي يقاتل هذا يدخل في الآية، أما المشرك الذي لا يقاتل فهذا لا يدخل في قوله فاقتلوا المشركين، فلا يشمل المعاهدين والذميين والمستأمنين، وإن كانوا مشركين لكنهم بحكم العهد والأمان والذمة لا يقاتلون، فلا يجوز لنا أن نقتلهم لأن هذا من خيانة العهد. فقوله اقتلوا المشركين ليس على عمومه من كل وجه، بل هو في المشركين الذين ينشرون الكفر ويدعون إلى الشرك والضلال، وأيضا لا يشمل المعاهدين والمستأمنين ومن لهم ذمة، بل هو يشمل الذين ينتشر شركهم وكفرهم ويدعون إلى مذهبهم ويقاتلون المسلمين. ولذلك لا تقتل المرأة لأنها لا تقاتل إلا إذا كان لها رأي في الحرب ولها تخطيط، ولا يقتل الشيخ الكبير إلا إذا كان له رأي وتخطيط في الحرب. ولذلك قتل الصحابة دريد بن الصمة في وقعة حنين مع أنه كبير السن، لكنه كان يدبر ويخطط للمشركين في غزوة حنين. وكذلك لا يقتل الصبيان لأنهم ليسوا من المقاتلين، وكفرهم قاصر عليهم. نعم. قال: إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه. نعم، هذا كما سبق، هو يعني عود على ما سبق، رد على الذين يقولون إن الأمر بالمخالفة المطلقة يتحقق بأدنى مخالفة. هذا كلام أطال الشيخ في رده. نعم. وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها. نعم. إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان. نعم. فالأمر بالمخالفة أمرا مطلقا يقتضي أن نخالفهم في كل ما هو من دينهم أو من خصائصهم وعاداتهم التي لا فائدة منها، فنحن مأمورون بمخالفتهم على وجه العموم، ولا يخصص هذا العموم إلا بدليل. نعم. قال: وهذا تحقيق جيد لكنه مبني على مقدمة، وهي أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق
يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة. نعم. فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة، فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقريره، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال. نعم، وكما سبق كل تقرير للقاعدة، تقرير للقاعدة في أن الأمر العام بالمخالفة لا يتحقق بوجود بعض جزئيات المخالفة، بل لا يتحقق إلا بجميع أنواع المخالفة، مثل قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا جاء بعد ذكر حالة بني النضير يقلبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي البصائر والعقول، ما جرى لهؤلاء مع كونهم أهل كتاب وكونهم أهل علم وأهل معرفة، لكن لما لم يعملوا بكتابهم ولم يعملوا بعلمهم عاقبهم الله جل وعلا بهذه العقوبة، وهي القتل والتشريد من ديارهم، عقوبة لهم عاجلة، وما عند الله لهم أشد. فيعتبر أهل البصائر فلا يسلكون مسلك هؤلاء، لأن هذه العقوبة ليست خاصة بهؤلاء، وإنما هي عامة لكل من سلك مسلكهم ووافقهم. نعم. قال وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. أكثر الناس عن جهل أو عن تقليد يأخذون بالاتجاه الثاني، وهو أن أدنى المخالفة تكفي في تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين، إذا خالفهم في جزئية يقولون تحققت المخالفة، ولا دائما النفوس تميل إلى الأسهل عليها. نعم. تميل إلى الأسهل عليها وتأخذ بالقول الموافق لرغبتها، لما كان هذا القول يوافق رغبات كثير من الناس صاروا يميلون إليه ويأخذون به ويكتفون بمجرد أي مخالفة لهم، ويزعمون أنهم بهذا حققوا الأمر بالمخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم نقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، كما في قوله تعالى اركعوا واسجدوا ونحو ذلك من الأوامر المطلقة. نعم، يقول هب أن الأمر أن المخالفة الجزئية مطلوبة تنزلا معكم، ولكن المخالفة العامة تكون زيادة في الخير، فحتى لو تنزلنا معكم وقلنا إن الأمر بالمخالفة يتحقق بأدنى جزئية من مخالفة اليهود والنصارى، فمخالفتهم في جميع ما يختص بهم هي مصلحة عامة وترك مضرة، فهذا زيادة من الخير. نعم. نعم. قال الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فاصبغوا إلى لفظ فخالفوهم، لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفتهم على وجه عام فيما هو من دينهم أو من خصائصهم، وأمر بمخالفتهم أمرا خاصا كالأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود، فكونه أمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود لا يدل على أن هذا يكفي في مخالفتهم، بل هذا مما يؤكد هذه الخصلة فقط،
لأن هذه الخصلة داخلة في العموم. نعم. وجاء التأكيد عليها بخصوصها. نعم. فيكون ذلك متأكدا من ناحيتين، الناحية الأولى دخولها في العموم، والناحية الثانية تخصيصها من الشارع. نعم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص. فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك بوصف الخاص. نعم، فالوصف الخاص داخل في الوصف العام، داخل في الوصف العام، كما سبق في مسألة الصبغ أنها داخلة في العموم وأيضا مخصصة بالأمر بها. في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، هذه قاعدة عامة تشمل أن كل مسكر فهو خمر، بمعنى أنه محرم، بمعنى أنه محرم، فيدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هو الخمر، أنه كل مسكر. إذن كل ما تحقق فيه هذا الوصف وهو الإسكار فإنه محرم، لأنه خمر، والخمر محرمة بنص الآية وبنص السنة وبالإجماع من أهل العلم. ويحقق هذا أو يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره وقليله حرام. فجعل الإسكار هو العلة، جعل الإسكار هو العلة في خمرية هذا الشراب أو هذا الطعام، أو فيتناول القليل والكثير منه، يتناول تحريم القليل والكثير من الخمر. فما أسكر كثيره فقليله حرام ولو لم يسكر هذا القليل. نعم، تنبه لهذا. فهذه الجزئية داخلة في العموم، فلا يقال إن 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 الخمر القدر غير المسكر منها حلال، بل هو حرام لأنه جزء من محرم وقطعة من محرم. ولذلك قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، لئلا يتساهل الناس في هذه المادة الخبيثة ويقولون: نحن ما نأخذ المسكر لكن نستعمله في جزئيات لا تسكر. فالله جل وعلا يقول: فاجتنبوه. كيف نجتنبه ونحن نستعمله؟ اجتنبوه هذا لفظ عام، يعني فيجتنب شربا وتطيبا وأكلا وغير ذلك، ولا يقال إن الممنوع هو المسكر فقط، القدر المسكر منه فقط. نعم. فإن ذهب من يقول إن المقصود علة الحكم الإسكار وفقدت في القليل، يقطع عليه النص: ما أسكر كثير فقه الحرام. طيب، الميتة حرمها الله، هل يجوز لك تقطع منها قطعة تقول هذه حلال لأنها ما تسمى ميتة؟ هذه لحمة ما تسمى ميتة. فالمحرم حرام بجميع أجزائه، الخمر خمر ومحرمة بجميع أجزائها. نعم. يأتي معنا يا شيخ هنا مسألة لطيفة. الآن هناك من يقول أن الربا القليل يجوز فيه المساهمة التي فيها ربا قليل، واحد في ما تضر، واختلفوا في هذه النسبة، منهم من قال واحد ما يضر، ثم قال 5% ما تضر، بعضهم قال 30% ما تضر، حجة أن هذا قليل ربا. ولو اتبع الحق أهواءهم فسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالمسألة ليست مسألة رغبات وأهواء وفتاوى، المسألة مسألة تحقيق ما أمر الشارع به وهو ونهى عنه. نعم. الشارع نهى عن الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا لفظ عام يشمل القليل والكثير فلا يجوز
وجاء في الحديث أن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية، الدرهم الواحد. فالربا قليله وكثيره حرام، ولا يجوز أننا نأخذ بأقوال بعض المجتهدين أو المخطئين ونترك النص العام ونترك النهي العام. نعم، ولو فتحنا هذا الباب لفرح أهل البنوك وأهل المؤسسات الربوية وقالوا هذا الشيء قليل ولا يضركم. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان، يقول في العلم أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص. نعم. قال: كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده. هذا كله تمثيل للقاعدة السابقة أن نعم. أن الأمر العام والنهي العام لا يتحقق ببعض جزئياته وأفراده من ناحية الامتثال. نعم. أما من ناحية التحريم فالمحرم حرام قليله وكثيره كما سبق في الخمر وكما في الربا. نعم. قال: فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصوله به. ففي قوله أكرمه طلبان: طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنساء وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلالة. كل هذا تابع لتقرير القاعدة التي ذكرها رحمه الله. بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور، فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. نعم، هو كما سبق، كل هذا تقرير لما سبق. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي. كما سبق أنه وإن سلمنا أن الامتثال يتحقق بفعل بعض أجزاء العام بفعل بعض أجزاء العام، لو سلمنا هذا فإن الزيادة على ذلك من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي، الزيادة من ذلك زيادة خير، فنحن نتجنب ما نص عليه امتثالا للأمر في ذلك، ونزيد على ذلك عملا بالعموم أيضا، عملا بالعموم. نعم. قال: وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمرنا بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها؟ نعم، إذا أمرنا بمخالفتهم فيما هو ليس من فعلنا كالشيب مثلا. نعم. الشيب ليس من فعلنا ولا من فعلهم هم، الشيب يحصل بدون فعل الإنسان، فنحن أمرنا بمخالفتهم في شيء ليس هو من فعلنا، من فعلهم ولا من فعله، ولا ليس من فعلهم، فهذا يؤكد أننا نخالفهم فيما كان من فعلهم من باب أولى. نعم. قال: الوجه الخامس أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل هذا على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. كما سبق أن الحكم المعلق بوصف يقتضي أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. فإذا عقب بالفاء تأكد ذلك، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم الفاء، فهذا يؤكد أن عدم صبغهم
للشيب هو العلة التي أمرنا بمخالفتهم فيها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تكرم بالشرح والبيان في هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.